يسعد لنا صباحكم ومساءكم حبايبنا المشاهدين وين ما كنتم قاعدين تشوفونا. اليوم فقرتنا مخصوصة للأهالي، خاصة في كيفية التعامل مع أطفالهم في زرع تقديرهم لذاتهم. هذه المهارة اللي حتساعدهم كأطفال وكأشخاص بالغين إنهم يواجهوا كثير من التحديات والمشاكل والعقبات اللي رح يواجهوها مستقبلاً وفي الفترة الحالية. رح نتكلم عن تقدير الذات عند الأطفال، كيف حنتعلمها مع الأخصائية النفسية أستاذة عبير علي مغربي. يا هلا وسهلا فيك أستاذة عبير ومنورانا اليوم. أهلا وسهلا بك، حياك الله، كيف حالك أستاذ رزان؟ يعطيك العافية. الحمد لله. أشكرك على هذه الاستضافة اللطيفة، وأتمنى إن شاء الله أني أكون فت فيها الناس، وإن شاء الله يكون الآباء والأمهات متابعيني، وإن شاء الله يا ربي يطلع من الموضوع بفائدة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. خلينا نكلمهم بداية عن مفهوم تقدير الذات، كيف بيكون هذا المفهوم عند الأطفال؟ تقدير الذات عند الأطفال هو الصورة اللي بيكونها الطفل عن نفسه، كيف هو شايف نفسه، كيف ثقته بنفسه. يعني لابد أن احنا نزرع في أطفالنا ثقتهم بأنفسهم، عشان هذه الثقة تؤثر عليهم إما سلبا أو إيجابا في سماتهم الشخصية ككل. صحيح. متى بتبدأ ممكن يعني صفة تقدير الذات، يعني متى أنا أبدأ أزرعها عن طفلي، وكيف ممكن تتطور هذه المهارة؟ عادة زرع الثقة بالنفس عند الأطفال والتقدير الذات يبدأ منذ سن مبكر جدا، يعني من عمر السنتين إلى عمر 7 سنوات. هذه مرحلة خطيرة في عمر الطفل، لابد أن احنا نأسس فيها تقدير الذات عنده، لأنها حتنبني عليها فيما بعد أشياء كثيرة. فتتطور كيف؟ بتتطور مع المعرفة، مع المهارات، مع وعي الأم والأب بمعنى تقدير الذات، وكيف هم بيزرعوه في داخل أطفالهم في هذا العمر المبكر. جميل. إذن أستاذ عبير، ما هي العوامل المؤثرة على الطفل في تقديره لذاته؟ أكيد في أشياء خارجية وأشياء داخلية طبعاً هي اللي بتأثر على زرع هذه المهارة. طبعاً أكيد في عوامل عدة، أنا حاولت أختصر المفيد منها نظرا لضيق الوقت، فعشان كده بنتكلم إنه أول حاجة لازم نعرف شخصية الطفل. كل طفل له شخصية متفردة عن غيره، فلا بد الأم والأب يقدروا هذا الشيء، إنه مو لازم يكون طفلي زي طفلك زي طفل أي واحدة ثانية، حتى مو زي أخوانه نفسهم. بالضبط. حتى أخوانه بيكون في فروق فردية بينهم، فلازم الأم والأب يراعوا هذا الشيء. فشخصية الطفل، في عندك أطفال مرنين، قابل للتعلم، قابل للتحدي، قابل لأشياء كثيرة، لكن في أطفال يكون أقل مرونة، فهنا يحتاجوا دعم الأم والأب والمساعدة على أساس إنهم يكونوا أشخاص أقوياء. جميل. وعندهم تقدير لذاتهم. أيضاً تأثير المجتمع، تأثير الدعم الخارجي، طبعاً الرسائل الإيجابية والسلبية هذه لها تأثير بالغ في حياة الطفل. ممكن توضحي لنا الرسائل معلي أستاذ عبير؟ تمام. بالنسبة للرسائل الإيجابية اللي بيستقبلها الطفل من كل، مو بس من أمه وأبوه، بكل الناس اللي حوالينه، رسائل التشجيع، رسائل الاهتمام، رسائل التقدير، هذه كلها بترسخ في ذهن الطفل في اللاوعي. يصير بعد كده هو طبيعي حاسس نفسه إن هو إنسان ذو قيمة في المجتمع. يعني زي مثلا جملة أنت غبي أو ما تفهم، هذه حتنزرع بالنسبة رسالة سلبية. بالضبط. كذلك الرسائل السلبية، الأم التي توبخ أطفالها بشدة، أنت غبي أنت غبي أنت غبي، تكرار هذه الكلمة على الطفل تثبت عنده في اللاوعي، بعد كده حيحس نفسه مو قادر، عاجز عن التفكير، عاجز عن الإبداع، عاجز عن إعطاء أي حاجة. ليش؟ لأنه أنت أسستي في دماغه فكرة أنه هو غبي، فاشل، وعاجز. أنت فاشل، أنت غبي، أنت كذاب. حتى لو كان صادق حتلاقيه تقول له مثلا أنت كذاب، حيطلع الطفل عنده انطباع أنه هو شخص كذاب، يشعر بالدونية، فهذه طبعا يأثر على ثقته بنفسه ويصير عنده عدم تقدير لذاته. كذلك أيضا وسائل التواصل الاجتماعي اللي حاليا طبعا أيوة طبعا هذه اللي دحين متصدرة. زمان كان الأم والأب فقط يربوا والناس اللي حوالينهم، الآن مو بس أنت اللي بتربي، في ناس ثانية داخلة معك بتربي معك. فوسائل التواصل الاجتماعي، الأطفال لما بيتفرجوا هذه اليوتيوب والسناب شات والإنستغرام حتى الألعاب كمان، والألعاب هذه كلها لها تأثير بالغ في زرع الثقة بالنفس. الآن لما تيجي أستاذ رزان تكلمي مراهق مثلا أو يعني أو طفل، تعرف فلان، يقول لك كم عدد متابعينه. أي. السؤال المهم عندهم ارتبط عندهم تقدير الذات بعدد المتابعين واللايكات، وهذه مشكلة. لابد الأم والأب يحرصوا تماما على
ولدي بيتابع مين، بيشوف مين. في ناس عندها محتوى هادف لا ننكر ذلك، في ناس عندها محتوى هادف ينمي قدرات الطفل ويعزز ثقته بنفسه، وعلى الجانب الآخر في ناس عندها محتوى يعني أكيد أيوه يعجز الوصف يعني. فهذه الأشياء كلها طبعا مهمة بالنسبة تؤثر في تقدير الذات عند الطفل. كذلك علاقة الطفل بأقرانه لما يكون عنده أصدقاء وأصحابه في المدرسة في البيت أولاد الجيران، هذول كلهم إما يكونوا جانب إيجابي يعززوا ثقة الطفل بنفسه وتقدير ذاته، إما يكونوا جانب سيء. لذلك على الأم اختيار الأطفال اللي ولدها بيلعب معاهم اللي بيخالطهم، هذه برضو أيضا من مهام الأم. إذن كيف ممكن إحنا نبني ثقة الطفل بنفسه؟ يعني هل في خطوات معينة تساعدنا إنه إحنا نبني هذه الثقة؟ طبعا أكيد في أشياء كثيرة تساعدك على بناء ثقة طفلك بنفسه. أنت كأم أمنحي طفلك أول شيء الاستقلالية. في كثير من الأمهات لا دائما يخلوه يعتمد عليهم اعتماد كلي. تلبسه وتأكله. أيوة تلبسه وتأكله وتسوي له كل حاجة، تختار له ملابسه وتختار له كل حاجة. هذا الشيء بيقلل من ثقة الشخص الطفل بنفسه. أديله مجال أنه هو يعتمد على نفسه، خليه يكون عنده استقلالية. في أمهات يعني تحسسوا من أنه مثلا جالس في غرفته في سن مراهق أو ده، لا أديله مساحته، هو محتاج مساحة عشان في سن المراهقة بيكونوا فاقدين الهوية، عرفتي؟ فهو أحيانا يكون جالس مع نفسه يستجمع، أنا إيش مفروض أكون زي أمي زي أبويا زي خالي زي عمي زي ولد الجيران، أنا حكون زي مين؟ بيستجمع قواه. فأديله مساحة، أديله استقلالية، أديله ثقته في نفسه أنه هو قادر على الاختيار، اختيار الأصدقاء، اختيار الملابس، اختيار الهدايا اللي بيقدمها لأصدقائه. وهذه الأشياء كلها تعزز ثقة الطفل بنفسه، تخليه أكثر ثقة، قادر أنه هو يحس، ما يحس بالعجز، ما يحس بالإحباط. صح. صحيح؟ فهذه الأشياء أيضا كمان كذلك، مو بس هذه الأشياء، في أشياء طبعا بالنسبة لتدخل الرياضة في الموضوع. خليه يعمل رياضة، خليه يسبح، خليه يرسم، الرسم والموسيقى تنمي عنده جانب الخيال الواسع. جميل. بالنسبة للرياضة، الرياضة والحركة البدنية بتنمي عنده القدرات المعرفية. نفس الشيء كمان لما الطفل يكون مع أقرانه خليه يعبر عن نفسه. لا، في أمهات كثير لما يجي مثلا طفلة يتكلم في وجود ناس، لا خلاص أسكت. هذا مو صحيح. هذه كثير بتصير فعلا، ترى أنت كده بتهزي شخصيته، بتهزي نفسه يعني ثقته بنفسه. عرف الناس عليه لما تروحي مكان أو جايك ضيوف، هذا فلان ولدي كده عمره كده، على أساس أنه هذا الطفل لما يسمع هذه العبارات يتشجع نفسيا أنه هو يقابل المجتمع، أنه هو يكون شخص هادف في المجتمع. فهذه كل العوامل غالبا تؤثر تأثير بالغ في بناء شخصية الطفل. أعطيه حيز من المساحة، شجعيه على أي شيء يسويه، لا تعاقبيه على الخطأ دايرك. أول شيء شجعيه، شوفي فين نقاط القوة عنده أبرزيها، ونقاط الضعف حاولي تقويها، بس مو شرط أنه برسائل سلبية. يعني دائما لما الطفل عادة أو ما نسمع أنه مثلا أم وأب شاف طفلهم أخطأ، فيروح على طول يتكلموا عن الخطأ نفسه. أنت قبل ما تتكلمي عن الخطأ بيني له إيش الشيء الكويس اللي هو عمله، الشيء يعني نقاط القوة اللي عندك، بس أنت أخطأت في الشيء ده، وعاونيه ساعديه، عطي له عدة خيارات وخليه بنفسه يختار الطريقة اللي صحح بها خطأه. لا تخليه يلوم نفسه كثير ويحس بالذنب. كل ما الطفل لام نفسه وحس بالذنب، كل ما قل ثقته بنفسه. بتأثر سبحان الله على تقدير الذات. طبعا ايوه، يعني علميه انه الخطأ مو معنى الخطأ نهاية الدنيا، الخطأ عشان تعدله، عشان انا حديك مثلا اكثر من خيار، انت اختار الطريقة اللي تحب تصلح بها خطأك. يكفيك انه هو يعتذر، انه هو يعرف خطأه، هذه اكبر نعمة، هذه حاجة كويسة. اذا هو قدر يوصل لهذه المرحلة معناته ثقته بنفسه كويسة. ساعديه قد ما تقدري. حسسيه بالحب، حسسيه بالاهتمام، حسسيه انه هو كائن حي له احترامه. قبل ما تدخلي عليه الغرفة دقي عليه الباب. ليش؟ لانك انت كده بتعلمين انه هو يحترم نفسه ويحترم الاخرين. والخصوصية. استاذة عبير، ذكرتي نقطة انه لما الطفل يكون بين الاقرباء او اشخاص يعني كبار في السن وبيتعرض للتوبيخ امامهم، او مثلا انه لا تتكلم، او التهميش، او لما يكون في كبار خلاص الصغار يسكتوا مثلا. فبيتعرضوا الأطفال خاصة في مرحلة عمرية بتكون عندهم أسئلة كثيرة، وبيتعرضوا نتيجتها لانزعاج الأهالي من هذه الأسئلة، وبيصدر منهم سلوك وتصرف خاطئ للتعامل مع هذا الطفل. فأنا كيف أقدر أتعامل مع الطفل اللي بيسأل أسئلة كثيرة بحيث أنا
ما أبدي رد فعل فيها انزعاج كأم أو كأب أو صحيح. أيًا كان يعني. غالبًا الطفل من عمر 3 سنوات وما فوق يبدأ يصير عنده أسئلة كثيرة. الأسئلة الكثيرة هذا دلالة تامة على التطور المعرفي عنده. لأنه الأم والأب يتضجروا من هذه الأسئلة ويتوقعوا أنه هي وأنه هو بيتكلم عن أشياء تافهة. لا صح، هو بينمي عنده جانب المعرفي. يبقى يعرف أشياء كثيرة. أنت خلاص عرفتيها وانتهى، لكن هو حابب يعرف، لازم يعرف. وعادة أسئلة الأطفال تنقسم لثلاثة أقسام: دينية وحميمية ودنيوية. صحيح. الدينية حاول لابد أنك تجاوبي عليه، بما أنك بتغرسي فيه غراس دينية فلازم تجاوبي، لكن أعطيه بصورة مبسطة، صورة توافق قدراته العقلية وعمره الفعلي. يعني عمر اللي عمره 15 سنة مو زي اللي عمره 10 سنين أكيد. أو 3 سنين، فأعطيه الإجابة المناسبة لعمره، لكن لا تردين. حاولي دائما تشكري طفلك أنه هو جاء سألك، ما سأل غيرك، برافو عليك يا ماما، أنت لما أنت عندك سؤال تعال اسألني، أنا يا ماما حعطيك الجواب الأكيد، حعطيك الجواب الصحيح. ماما وبابا يعني هم أكثر ناس يحاولوا يدوك الأشياء الصحيحة اللي تنفعك في حياتك. فالدينية لابد أنك تجاوبي عليها. الحميمية تقدر تأجليها بأسلوب لبق، إنه بابا لما تبلغ أنت عمر معين أنا حجاوبك على السؤال، أنا ما حنساه يا ماما، أنا حخليه في ذاكرتي. حلو. لما توصل في عمر معين أنا حقول لك الإجابة الصحيحة، بس أنت يا ماما دحين أنا لو قلت لك أنت ما رح تدرك الكلام اللي أنا حقول لك هو. جميل. فهذه الإجابة ما تخليه يروح يسأل غيرك. لكن لأنه الطفل لو ما لقى الإجابة الصحيحة من الأم والأب وأقرب الناس له حيروح يسأل غيرك، وما تدري لغيرك هذا حيديله يعني إجابة مغلوطة أو إجابة تخليه في تشتت ذهني أكبر من مستوى التفكير. فعشان كده جاوبي. والأشياء الدنيوية طبعا لازم، إحنا لازم نعلم أولادنا، لازم نوجههم التوجيه الصحيح، لازم نصاحبهم في كل مكان، عشان في كل مكان حيروحوا فيه حيكون فيه معرفة، في تطوير معرفي لهم. حابين نتعرف منك أستاذة عبير على نقطة جدا مهمة ذكرتيها في الحديث، علاقة تقدير الذات بالسلوك العدواني والتنمر، هل بيأثروا على بعض وكيف ممكن يكون هذا التأثير؟ طبعا أكيد. الطفل متى يصبح عدواني؟ يصبح الطفل عدواني حين يعاني في منزله من تعامل سيء، يشوف بعينه اضطهاد، يشوف بعينه مثلا تعدي قولي أو لفظي بين الأب والأبناء أو الأب أو الزوج والزوجة. ممكن يعني اسمحي لي بس أقاطعك أستاذة عبير، حابة أعرف منك على أتعرف على نقطة، يعني الطفل بيتعلم السلوك العدواني من خلال الأم والأب، يعني هو ما بينولد بسلوك عدواني كذا فجأة؟ لا هو ما ينولد بسلوك عدواني، لكن بداية حيتعلمه من البيت، لأنه البيت هو المكان الأول في التعليم، والأم هي المدرسة. الأم المدرسة الأولى اللي ما نقدر نختلف عليها. فبداية حيتعلم من اللي هو بيشوفه في البيت، هل وجد في البيت احترام، تقدير، خصوصية، تقدير لذات، ثقة بالنفس بين الأم والأب والأولاد، تعاملهم الداخلي كان كويس، صدقيني الطفل ما حيطلع عدواني. إذا تعرض الطفل لتنمر داخل المدرسة أو في النادي أو في أي مكان يولد عنده العدوانية. ليش؟ لأنه حيحس بالنقص، فإيبا يكون زيهم، هو على باله أنه المتنمرين دول ناس أقوياء، عرفتي؟ فهو ليش أنه هم يكونوا أقوياء وأنا لا؟ فيتولد عند الطفل السلوك العدواني. لكن كل ما تربى الطفل على احترام، الأدب، التقدير، أصبح إنسان متصالح مع نفسه من الداخل، بتحس انه حتى شخصيته قويه، شخصيته متزنه. ممكن تجي يعني تجي على غفله تشوفي اطفال متجمعين، انت تقدر تميزي الطفل اللي عنده ثقه وتقدير لذاته. صح. والطفل اللي ما عنده. صحيح. وهذه مسؤوليه، يعني انا اناشد الامهات والاباء انهم يركزوا في العمر المبكر اللي هو من سن سنتين الين سن 10 تقريبا، ركزي قد ما تقدري، خلي وقتك قد ما تقدري مع اولادك في ذا الوقت. ليه؟ لانك انت بتزرعي ثقه وبتزرعي تقدير ذات لمدى العمر. جميل جميل، يعطيك ألف عافية أستاذة عبير. يعني نتمنى أنه إن شاء الله رسالتك تكون وصلت لجميع الأمهات والأبهات في التعامل مع أطفالهم. يعطيك ألف عافية وسعدنا بلقائك اليوم. وأنا لي الشرف. مشاهدينا رح نروح لفاصل سريع وراجعين لكم أكيد.